اصوره معاك بس اه لا اول الكاميرا معك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. في الحقيقه ذكرياتي مع الوالد كثيره، اذكر منها على سبيل المثال يعني ما انساش طبعا ذهابي معه لحضور الاحتفالات الدينيه والمناسبات الدينيه المختلفه، خاصه صلاه الجمعه. يعني صلاه الجمعه دي كانت ليها ذكريات جميله، نتسابق انا والاخوه عشان نركب السياره ونذهب معه الى صلاه الجمعه بمسجد الامام الشافعي، وهو كان يفاجئ بينا متواجدين في المسجد ورينا انتوا جيتوا ازاي، يعني يقول احنا جينا في السياره معاك وانت ما حسيتش بينا بس. وبعدين كنا نشوف طبعا تفاعل الجمهور معه اثناء القراءه، وكان يعني الجمهور بيبقى سعيد جدا، وكانت الناس تحرص على انها تتواجد في المسجد في وقت مبكر، خاصه الطلبه الدارسين في معهد القراءات والدارسين في المادة في كلية يعني في الدارسين في الأزهر، الدارسين في الأزهر هم المبعوثين في مدينة المبعوثين في مدينة البعوث الإسلامية، كانوا بيحرصوا انهم يتواجدوا في وقت مبكر عشان يحضروا ويحجزوا اماكن في الصفوف القريبه من دكه التلاوه. هم من دول شرق اسيا وبعض المواطنين من الجنسيات المختلفه، يعني المواطنين من البلاد اللي حوالين القاهره يعني. وكان يعني يحرصوا ان هم ياخذوا صور تذكاريه مع الوالد، وكانوا يعني يحاولوا ان هم يتسابقوا ان هم يصافحوا ويقبلوه ويقبلوا ايديه ويقبلوا راسه، وكانوا في غايه السعاده يعني. فدي ذكريات يعني كانت. طب ايه اشهر الوالد. مين اشهر الناس اللي حضروا جنازته؟ هو كانت جنازه الوالد كانت جنازه شعبيه وكانت جنازه رسميه. حضر مراسم تشيع الجنازه فضيله الامام الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ووزير الاوقاف الدكتور محمد علي محمود، وحضرها الأستاذ فكري مكرم عبيد نائب رئيس الجمهورية وهو رجل قنائي، وكان يعني جمهور من المشيعين من الدول العربية وسفراء الدول العربية والإسلامية، يعني كان حشد كبير من المواطنين. طب مين أشهر العلماء اللي كرموها أو أشهر الناس اللي كرمته؟ هو حصل على تكريم من الدول العربية والدول الإسلامية، أذكر منها مثلا على سبيل المثال حصل على تكريم من رئيس الوزراء السوري صبري العسلي في بداية الخمسينات، وحصل على وسام الكفاءة الفكرية من المغرب، وحصل على وسام الأرز من لبنان، وحصل على وسام العلوم من أو الثقافة من المملكة المغربية من جلالة الملك محمد الخامس، وأخيرا وليس أخيرا حصل على وسام من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. حابب تضيف أي حاجة؟